رمضان صبحي وقع والنادي الأهلي والخطيب هو الوحيد اللي يقدر يرجعه تاني. لجنة المنشطات اللي وقفته وإن تم التنفيذ فعلا فهيتوقف 3 سنين. إيه حكاية رمضان صبحي مع لجنة المنشطات وإزاي إدارة النادي الأهلي تقدر تنقذه؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. للأسف الشديد نجم الكرة المصرية رمضان صبحي في ورطة. لجنة المنشطات المصرية بلغت اتحاد الكورة ونادي بيراميدز من ساعات بإيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز بشكل مؤقت لحين عقد جلسة استماع معاه يعرفوا فيها ايه اللي حصل بالظبط ويسألوه في كل التفاصيل اللي توضح الحقيقة ايه. رمضان متهم انه تلاعب في واحدة من عينات التحليل الخاصة بالمنشطات اللي عمل قبل كده، وبسبب التلاعب ده حصل اللي حصل. وفقا لموقع اليوم السابع الإخباري في تقرير ليه، فاللجنة بتاعة المنشطات المصرية قالت في خطابها إن رمضان صبحي سبق ورد على الخطاب الأول للجنة المنشطات يوم 9 إبريل اللي فات، وبناء عليه سيتم إيقاف اللاعب بشكل مؤقت لحد ما يقعدوا معاه. هيبقى فيه جلسة استماع هيتم تحديد ميعادها في الأيام اللي جاية. الفكرة إن ده تسبب لرمضان بخسائر كبيرة أولها ويعالم آخرها، ولا لأ إن الإخطار ده بتاع لجنة المنشطات جه قبل ساعات من إعلان قائمة منتخب مصر للمعسكر اللي جاي، وكده هيتم استبعاد رمضان بنسبة كبيرة من حسابات المنتخب وحسام حسن هيطلعه من القائمة، ده لو كان ضافوا فيها أصلا. وكمان هيتم استبعاده من لقاء فريقه بيراميدز أمام الجونة، يعني الميعاد جاي لرمضان صبحي في وقت صعب جدا جدا. طبعا كل اللي حصل وبيحصل ده مع رمضان صبحي تسبب في زعل عدد كبير من محبيه، جمهوره اللي بيحبه وبعض منهم لحد الان اهلاويه، ودول ليهم معزه خاصه، ودول اللي بسببهم ممكن تتحل ازمه رمضان صبحي، وهتعرفوا ليه دلوقتي. منع رمضان صبحي من لعب كره القدم لمده 3 سنين مش حاجه بسيطه، ده ممكن ياثر بشكل كبير على مسيرته الكرويه ومستقبله كلاعب محترف. رمضان كان لسه في بداية مرحلة التألق والانتعاش في بيراميدز، وده ممكن يكون ضربة قوية لطموحاته وأحلامه. ولكن هنا بيجي دور النادي الأهلي. في تكهنات إن الأهلي اللي رمضان صبحي سابه بمحض إرادته وفضل الفلوس عليه، ممكن النادي يدخل على الخط ويحاول يساعد في حل المشكلة دي. جمهور رمضان صبحي الأهلوية متحمسين، وفيه اللي بيطالب إدارة النادي دلوقتي بالتدخل السريع لإنقاذ رمضان من المصير ده. إزاي الأهلي ممكن يساعد؟ وهل ممكن لو حصل ممكن رمضان يرجع الأهلي تاني ولا لأ؟ كل دي أسئلة مطروحة على الساحة دلوقتي. في اللي قال إن النادي الأهلي عنده القدرة إنه في جلسة الاستماع اللي جاية دي يكون سبب في الجلسة تكون خفيفة على رمضان وتعدي بسلام، وفيه اللي قال إن إدارة النادي الأهلي بمكالمة تليفون واحدة بس تقدر تنهي الليلة بحكم علاقتهم القوية. بس لو ده حصل فهيبقى في احتمال كبير جدا ان رمضان صبحي يرجع النادي الاهلي تاني، لان الاهلوية مش هيتدخلوا كده مجاني، صح ولا ايه؟